هنا في وسط مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وقعت أحداث جريمة قتل مشابهة لذات الجريمة التي وقعت بمدينة المنصورة قبل أشهر قليلة. المتهم في الجريمة الجديدة انتظر القتيل عند دخولها إحدى البنايات واعتدى عليها بسكين ولم يتركها إلى جثة هامدة، وقد تمكن بعض المرة من القبض على المتهم. النيابة العامة انتقلت إلى مسرح الجريمة وبرفقتها الطبيب الشرعي وخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحادث ورفع ما به من آثار ومناظرة جثمان المجني عليها، وتحفظت على الكاميرات الموجودة بمحيط المكان، وتحفظت على السلاح المستخدم في تنفيذ الجريمة، وجاري عرض المتهم على النيابة. تنفيذ هذه الجريمة بسيناريو ودوافع تكاد تكون متشابهة مع الجريمة التي نفذت بمدينة المنصورة قبل عدة أشهر أثار مزيدا من المخاوف والقلق، خاصة حول ذات النمط المستحدث من جرائم القتل. محمد صلاح زهار، مدينة الزقازيق، محافظة الشرقية.